العمل التطوعي لا يتوقف، جمعية الهلال الأحمر الكويت تستقبل جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وأي متطوع يرغب في الاتجاه نحو العمل الإنساني سواء داخل أو خارج الكويت عليه أن يتجه إلى إدارة المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويت، ونستقبل هؤلاء المتطوعين ونقوم بتدريبهم على الإسعافات الأولية وعلى إدارة الكوارث وعلى كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم نعطيهم المجال أن يقوموا بمشاركتنا في الأنشطة الداخلية والخارجية وحياهم الله في أي وقت. يعتبر هذا النوع من التحفيز من الجمعية نفسها، من مدير المتطوعين نفسه لنا، يعني احنا ما ننطر المقابل بالنسبة لنا، احنا قاعدين نعطي من نفسنا ومن روحنا ومن وقتنا، بس لما يجونا يجمعونا يقولون احنا لازم نتكرم، شيء حلو هذا، تحس ان انت تقدرت بالمكان هذا. لله الحمد، هذه السنة الرابعة لتكريم المتطوعين والمدربين في النادي الصغير على انجازاتهم طول المراحل اللي طافت، وسنة هذه اجمعت جميع المتطوعين والقدماء اللي مشاركين في، كانت عدة مشاركات من المسجد الكبير، انتخابات البلدي، الانتخابات الأمة، عدة مشاركات من المتطوعين.